يا غادة يا غادة، افتحي الباب بسرعة. مين اللي مصدعنا ده على الصبح؟ ايه ده ايه ده ايه ده، انا دخلت فين هنا؟ ده السيرك ولا ايه؟ ايه يا رشا؟ رشا فين؟ اجري يا بنتي نادي المدام. صباح الخير يا طنط. ايه يا بنتي، السيرك اللي انت فيه ده فيه ايه؟ النهارده يوم التنظيف العالمي، هنضف بقى احلى تنظيفه في العالم. ده كده انت بتنضفي؟ امال لو بتوسخي تعملي ايه؟ وبعدين ايه المزيكا الغريبه اللي شغاله دي؟ ومين دي؟ دي الشغاله يا طنط الجديده. جديده؟ جبتيها امتى دي؟ دي غاده، دي اشطر شغاله في مصر الجديده كلها. وانت جبتيها من غير ما تاخدي رايي ولا اذتي كده مع نفسك؟ مين اللي جابها لك؟ صاحبتي هبه يا طنط. هبه اللي هتوديكي في داهيه وتخرب عليكي. تخرب عليا ليه؟ ده جزاها ان هي ادتني الشغاله بتاعتها. ايه ده ايه ده، وايه الميه الكتير اللي في الارض دي؟ هتبوظ الرخام. ايه دي، جايبها منين؟ والمزيكا دي ايه يا طنط؟ الرخام يحب النظافه ويحب الميه. الميه والصابون عند ماما هناك، انما هنا لا يا حبيبتي، ما ينفعش. ده مش يوم تنظيف، ده يوم تبويز. الارض كلها مطربه من ساعه ما رجعنا من الغردقه انا وطروقه يا طنط، لازم تتمسح مسحه حلوه. وايه ده ايه ده كله؟ الشغاله رايحه جايه، ايه الاكل ده كله؟ ده هتطلعي اكل التلاجه كله على الرخامه. يا طنط من فضلك ما تتكلميش معاها والنبي عشان خاطري. لانك لو اتكلمتي معاها ممكن تسيبني وتمشي، ده انا جايباها بالعافيه. لا تسيبك وتمشي، هي هتذلنا ولا ايه؟ ايه كميه الاكل وكوبايات الشاي والقهوه دي كلها؟ هي جايه عامله ديوز هنا ولا جايه تنظف؟ خليها تاكل يا طنط بالهنا والشفا، انا هبص لها في اللقمه. يا حبيبتي تاكل بعد ما تخلص التنظيف، تديها وجبتها وتاكلها، ما قلناش حاجه. النبي ده كده سوق، ده كده سوق مش بيت. تاكل وقت ما تجوع يا طنط، حرام. ما اقدرش اقول لها، هتتضايق وهتزعل. ما تتضايق ولا تزعل، ده فقو. ايه ده ايه دهبك ده اللي هناك ده؟ مالك مطلعه الحاجه رميها كده ليه؟ قلع حاجتك ورميها على الترابيزه؟ لسه هدخلها الخزنه دلوقتي يا طنط، كنت بعمل جرد عليها. جرد ايه والشغاله موجوده بتجردي الذهب قدامها؟ انت عايزاها تطمع فيكي؟ هي لسه ما دخلتش الاوضه اصلا يا طنط. ما ينفعش يا بنتي ما ينفعش. هي ايه عيطه اللي احنا فيها دي؟ انا حاسه ان انا دخلت السيرك بجد والله. ازاي يا طنط؟ يعني حضرتك لما جيتي انا كنت في اوضه النوم وطلعت لحضرتك منها. اغاني شكمنانات وذهبك على الارض وقهوه وشاي والجبن كلها على الرخامه. ابني شاف الفوضى دي ولا هيجي يلاقي الفوضى دي شغاله؟ انتي مصوره لي يا طنط ان احنا في مولد. انتي ايه رايك؟ لا دي كوبايتين وسندوتشين وخلاص يا طنط. لا بصي بقى يا حبيبه طنط، النظام ده اول واخر مره. ها مفيش حد هيجي يعمل الكلام ده تاني. غدا دي تلم هدومها وتديها يوميتها وتتكل على الله، انا بجيب لك حد ينظف. لا انا عايزاها يا طنط، ومش همشيها الا لما يجي لي حد مكانها. طب بصي بقى، ده متحدتيني هتمشي دلوقتي حالا وهتنضفي انت البيت ده كله اللي انت قلبتيه كده، وتلمي حاجتك وتدخلي الاكل التلاجة وتسمعي الكلام. انا هكلم طروقة يا طنط واقول له على اللي انت بتقوليه ده. انت بتهدديني يا رشا؟ ايوه يا طروقة. هاتي هنا التليفون ده، اديني ابني. مامتك ده مامتك دخلت عليا وبتقولي امشي غادة. هاتي. اوعي. الو، ايه يا طروقة يا حبيبي؟ مفيش حاجة يا حبيبي، مراتك قلبة البيت مش قلبة كيانه. كل حاجة برة، والمية مغرقة الرخام، والسجاد على السلم، والذهب بتاعها مرمي في الأرض. مش قوي كده يا طنط، حرام عليك، انتي مقفرة القصة كده ليه؟ ولا حرف ولا كلمة وانا بكلم. لا يا حبيبي خليك انت في شغلك. لا انا هزبط لك الدنيا، مش هينفع كده. لا لا اقفل يا حبيبي. بتعملي لي كده ليه؟ عايزه ايه؟ اعمل لك حضرتك مصوره لي ان المايه للركب يا طنط. مش هينفع. باي باي يا طارق، باي باي عليا. تلم حاجتها وتديها يوميتها وتتكل على الله، وما تعتبش البيت ابني ده تاني خالص. انا هتصرف، انا هجيب لك حد ينظف. امتى؟ براحتي بقى لما اشوفه. انت ايه مش تعرفي تنظفي لغايه ما الشغاله تيجي؟ مش متعوده على التنظيف يا طنط، انظف ليه البيت ده كله؟ انت مش متعوده على حاجه. اتجوزتي ليه يا رشا؟ اتجوزتي ليه بجد؟ عايزه اعرف. يا طنط انت عايزاني انظف واكوي واطبخ واغسل واعمل كل حاجه. مش اعمل ايه يا طنط؟ انا ما بعرفش اعمل الحاجات دي، هتعلمها اكيد بس واحده واحده. يبقى تاخدي الخبره مني وتسمعي الكلام. مفيش حد يرمي دهب قدام الشغالين كده ابدا. ما رميتوش قدامها على فكره برضو، انا بقول. والارض في الميه كده دي اسمها دهوله، دي اسمها لهوجة مش تنظيف. محدش بينظف كده. لو انتوا عند ماما بتنظفوا كده، هنا لا، في نظام بقى يا حبيبتي. يعني ايه عند ماما بننظف كده يا طنط؟ قصدك ايه بالكلمه دي يا حبيبتي؟ يعني انا مش مكلفه بيت طروقه شيء وشويات، والعفش ده كله جايبينه غالي، وانت تيجي تمرمطي فيه كده انت وشغلتك. طب ما حضرتك بتمسحه برضه بالميه عند حضرتك. مش بالطريقه دي يا حبيبتي، فهميني، مش بالاسلوب ده. أم الأسلوب إيه؟ ما تفهميني يا طنط، أنا شايفة إن دي طريقة تنظيف عادية جدا وما فيهاش أي مشكلة. تصدقي وتأمني بالله، أنا قلبي وجعني.
من كتر المهاتية معاكي. حضرتك عايزة ايه وانا اريحك؟ مشيها وانا هبقى اجيبلك واحدة كويسة، وقومي لمي حاجتك دي ووضبي بيتك بايدك. مش همشيها يا طنط. بقى كده؟ ايوه كده. طيب انا ليا كلام تاني مع ابني.